بسم الله الرحمن الرحيم، معكم نونا الحرفة من قناة على المطبخ. كل سنة وانتم طيبين بمناسبة حلول الشهر الكريم. الفيديوهات بتاعتي الجاية هعمل لكم أفكار لفطور رمضان وللعزومات اللي ممكن تعمليها في رمضان بأسهل طريقة وما تكلفيش كتير وبمجهود بسيط. شايفين السفرة الجميلة دي؟ شايفين؟ ما شاء الله عليها. تعالوا نشوفوا عملنا السفرة الجميلة دي ازاي. اذا عجبك الفيديو حطي اللايك واشتركي في قناتي وادخلي في قناتي على اليوتيوب وفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. تعالوا نشوفوا احنا عملنا السفرة الجميلة دي ازاي. ما شاء الله عليها. معنا محشي وملوخية ولحمة مشوية وبطاية جميلة ومعنا ممبار. تعال نشوفوا عملناهم ازاي. معنا هنا لحمة مقطعينها شرايح اهي زي ما انت شايفة، ومعنا بصلتين حلوين، ومعنا قرن من الفلفل، ومعنا بصلاية مبشورة، ومعنا فصين من الثوم. هنحط طبعا على البصلاية المبشورة فلفل اسمر وبهارات مشاوي وكبابة صيني طبعا ملح. ومعنا هنا البصلتين، هنقطع البصلتين بتوعنا، هنقطعهم تقطيع كبير يعني جوليانو. وهنتبلهم طبعا بملح وفلفل وكبابة صيني وبهارات مشاوي. وهنقطع طبعا الفلفل اللي معانا. طبعا احنا متفقين ان هو لو حراق او بارد ده شيء بيرجع لك طبعا. وقطعنا طبعا الثوم وحطينا عليه فلفل اسمر وبهارات مشاوي وكبابة صيني وملح طبعا. وهندبل كل الحاجات دي مع بعضيها، هنقلبها كويس قوي، وهنحط لها بقى صويا صوص ودبس رمان. انا مش هقول لك الخلطة دي يعني هتخلي اللحمة بتاعتك تروح في حتة تانية أكنك جايباها من عند الحاتي، ومن غير بقى شواية ومن غير فحم ومن غير أي حاجة. طبعا حتة الفحم في الآخر لو أنت حابة تاخدي النكهة بتاعت الفحم ده شيء برضه بيرجع لك. حطينا أهو صويا صوص وحطينا دبس رمان، هنقلب كويس قوي. معانا هنا البصلاية اللي احنا بشرينها، حطينا عليها نفس التوابل اللي حطيناها على البصلايه اللي هي مقطعينها، وهنتبل اللحمه بتاعتنا وهنحطها في الطاجن بتاعنا. هنرصها كده فوق الخلطه اللي احنا حاطينها. هتاكلي لحمه مشويه في منتهى الروعه. طبعا دي هتشرفك في العزومات، وبعدين ما بتاخدش وقت وما شاء الله عليها زي ما شفتيها كده في اول الفيديو، شكلها وطعمها وريحتها تحفه. معانا هنا فصين من الثوم صحاح يعني مش متقطعين، هنمسك كل فص ونقسمه اتنين لانهم كبار قوي، وهنحط احنا عايزينه ايه بحاله كده. تمام خلاص كده الصينيه بتاعتنا اهي جاهزه، هتدخل الفرن. هنحط لها كوبايه من الميه، هتحطي كوبايه من الميه وتغطيها طبعا بورقه الزبده والورق الحراري، وتدخليها في الفرن على الرف الاوسط. هتاخد لها حوالي ساعه ونص، هتطلع صينيه في منتهى الروعه. طبعا مده التسويه ديت بترجع للفرن بتاعك انت، اذا كان فرنك حامي او فرنك مش حامي بتفرق معاكي في الايه في المده. معنا البطايه بتاعتنا، بشرين بصلايه ومتبلينها بملح وفلفل، ومسكنا البطايه بتاعتنا تبلناها من كل مكان وحطيناها طبعا في الميه اللي بتغلي، وحطينا لها البوكي جارني بتاعها اللي هو بصلايه وطماطمايه وورق لورا وكبابه صيني وحبهان. وهتاكلي احلى بطايه وهتشربي احلى شوربه. هنا معانا بصلايه برضو مقطعينها، دبلنا البصلايه حطينا عليها شفشق الطماطم بتاعنا الجميل عشان نعمل المحاشي الحلوه دي. المحاشي بتبقى جميله قوي في العزومات وبتبقى منظرها شيك على السفره وبتشرفك في العزومات. وصدقيني المحاشي بتاخد يعني مساحه في العزومه اللي انت بتعمليها. احنا حطينا طبعا عليها كزبره وكمون وفلفل اسمر وكبابه صيني، وطبعا بهارات المحشي طبعا احنا عارفينها اللي احنا بنجيبها من عند العطار. احنا هنا معانا الطاجن بتاعنا، هنعمل فيه المحاشي كلها في طاجن واحد. هنحشي طبعا البتنجان والكوسه والفلفل
والكرنب، وكلهم هنحطهم في الطاجن اللي احنا شايفينه. طبعا بنعمل فرشة تحت زي احنا متعودين، بنحط بصل وطماطم وفلفل، وبنتبلهم طبعا بالفلفل الأسمر والملح، وبنحطهم في أرضية الطاجن. وبعد كده بنحشي المحاشي بتاعتنا وبنحطها عليها. وأنا بقولك المحشي اللي في الصواني ده بيبقى تحفة، يعني بيبقى له طعم تاني غير اللي انت بتعمليه في الحلة، وتسويته سهلة جدا، ما فيهاش أي مشاكل ولا أي تعب ولا فيها افتكاسات. يعني انت بتحطيها وبتحطي المية، بحيث ان انت بتحطي المية ما بتغطيش المحشي، لا بيبقى واصل كده لغاية نص المحشي. وبعدين بتحطي ورقة الزبدة بتاعتك وورقة الفويل، وبتدخليه الفرن في الرف الأوسط طبعا، وبيطلع في منتهى الروعة. يعني هو الطاجن كده بياخد له زي ساعة إلا ربع، وبيطلع معاكي في منتهى الجمال. طبعا مدة التسوية بترجع لكمية الأكل اللي انت عاملاه. يعني انت لو عاملة مثلا طاجن كبير عن اللي انا عاملاه ده، فانت طبعا بياخد مدة اطول شوية، انما ده هياخد حوالي ساعة في الفرن، ساعة بالظبط، وهيطلع في منتهى الروعة. وهيطلع الكرنب مستوي، والكوسة جميلة مستوية دايبة، والفلفل والبتنجان كله هيطلع معاكي ما شاء الله في منتهى الروعة. طبعا احنا حشينا كل المحشي بتاعنا، هنحشيه كله، وهنحشي طبعا الممبار اللي معانا اللي احنا شفناه في اول الفيديو، بس انا مش عايزه اطول الفيديو عليكم. طبعا الحشو طبعا كلنا بنعرف نحشي، كلنا شطار وبنعمل احلى محشي. انا مجرد بوريكي افكار لانك تعملي سفره عزومه في رمضان. بصي كده احنا اهو الطاجن بتاع المحشي اهو خلصناه ان شاء الله عليه، كرنب وكوسه وفلفل وبتنجان، البطايه بتاعتنا اتسلقت اهي، الشوربه بتاعتها اهي، ومعانا هنا الممبار بتاعنا بنسلقه. طبعا احنا كده سلقنا الممبار، وهي خلاص فاضل على التحمير. معانا شوربه اهي هنعمل فيها حبه ملوخيه ما شاء الله عليهم، لان طبعا احنا عارفين ان الملوخيه ديت بتبقى يعني حاجه اساسيه على السفره بتاعتنا في رمضان، بتبقى في منتهى الجمال وطعمها وريحتها في منتهى الروعه. بمجرد ما هتغلي معانا الشوربة اهي، هننزل عليها بالملوخية بتاعتنا اللي احنا ضربينها في الخلاط اللي انا عملتها معاكم قبل كده في فيديو قبل كده. بصي منظرها، شايفة جمالها والخضار اللي هي فيه، وطبعا لسان العصفور ده الشوربة اللي هي طبعا دافية اللي احنا اول ما بنفطر عليها في رمضان اهي، حطينا اهي وحطينا عليها الشوربة بتاعتها، شوربة البطاية بتاعتنا. وعملنا طبعا الملوخية برضو بالشوربة بتاعت البطاية بتاعتنا. وهتعملي أحلى سفرة، وما فيش لا تعب ولا مجهود ولا أي حاجة. أهي قدامك شايفة الكرنب، شايفة جماله، شايفة مستوي إزاي، شايفة البتنجان. بصي بقى اللحمة بتاعتنا، كأنها جايباها من عند الحاتي ما شاء الله عليها. وادي البطاية الجميلة اللي احنا عاملينها، وعاملين عصير موز باللبن، وعاملين الخشاف بتاعنا، وادي الممبار هينطق في الطبق ما شاء الله عليه. شايفه؟ اذا عجبتك الوصفه ما تنسيش تحطي اللايك وتشتركي في القناه، وتدخلي على قناتي على اليوتيوب وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. انا هنزل لكم فيديوهات افكار لعزومات رمضان ولفطار رمضان. وكل سنة وانتم طيبين.